والله فجعني لعب شيطان وخرشني. سلام، اليوم ان شاء الله في عندنا فيديو حيكون حماسي صراحة. أنا من أول مفروض ألعب اللعبة هذه بس ما أدري ليش تأخرت فيها. على العموم اليوم حنلعب لعبة ماس إفكت أندروميدا وحوريكم أشياء إن شاء الله حتعجبكم كثير. طيب في البداية زي ما أنتم شايفين حنستخدم اللي هو البرنامج الشادو بلاي على أساس إنه يسجل لنا. يا أخي يا ريت لو عندنا برنامج زي كذا على الكونسول زي البلاي ستيشن 4 والإكس بوكس، والله حيكون أريح بكثير من الصداع اللي إحنا فيه، لقات وقطع ثانية. على العموم خلونا نخش على الجيم. طبعا اول حاجه حنشوف الجي فورس اكسبيرينس زي ما انتم شايفين قدامكم، لانه عارفين في شيء انا دائما بقوله في كل مقطع بسويه لاي لعبه على اجهزه البي سي، صداع مساله انك تقعد تعدل واحيانا يصير هبوط واحيانا يصير مدري ايش، فالموضوع هذا حيريحك كثير. هذا من الاشياء اللي تعجبني في كروت انفيديا. على العموم حنروح على ديتيلز وحتلاحظوا هنا عندكم ريفيرت، بس عشان انا اوريدي مسوي اوبتمايز، وبعد كده حتسوي اوبتمايز حيظبط لك اياها كذا لحاله على جوده اللعبه، خاصه لعبه اندروميدا الشيء خرافي الجرافيك فيها حتشوفوها دحين. معلومه نسيت اقول لكم عليها، طبعا لا ننسى انه في علاقه جميله ما بين انفيديا واي اي وبالتحديد مع بايو وير على اساس تطلع لعبه ماس افكت بتكنولوجيا رهيبه. المهم كثرت انا كلام، خلينا نشوف. طيب قبل ما تبدا اللعبه بس بعطيكم كذا معلومه على السريع. لازم نعرف انه المحرك اللي بيستخدموه محرك فروست بايت 3، شفنا هذا المحرك في لعبه فيفا كيف تغيرت اللعبه بشكل كبير، شفناه برضه في لعبه باتل فيلد، هو انشهر من سلسله باتل فيلد. صراحه الكيبورد شيء رهيب، يمكن حتقدروا تشوفوه بالكاميرا الثانيه كيف ساير على شكل زي النجوم كذا مع اللعبه، شيء 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 عجيب الصراحه. طبعا زي ما حتلاحظون شيء 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 رهيب، لاحظوا 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 الارضيه كيف، ليه لاحظوا الارضيه كيف، من جد انا معجب باللعبه هذه، يعني شوفوا ادق التفاصيل. انا دائما الاشياء الفيزيائيه تهمني الصراحه، هذه واحده من الاشياء اللي انا ما شفتها في لعبه هورايزن زيرو داون، كانت تزعلني والله ما كانت واضحه بشكل كبير. انا اخر شيء وصلت هنا اعتقد في طريقه حلوه، طريقه في حركه للمسح، خلينا نشوف. طبعا انا جيت على الكوكب هذا اللي هو اعتقد فكره اللعبه بكل بساطه انه البشريه بتحاول تحصل لها كوكب جديد على اساس يسكنوا فيه، والكوكب ده طبينا فيه واحنا في مشاكل وحوسه شيء مو طبيعي، هم وحوش هم فضائيين، الى الان مي واضحه الصوره. طبعا من الاشياء الرهيب اللي عجبتني انه تقريبا لعبه ماس افكت من الالعاب القليل والنادي اللي تدعم الفور كي والاتش دي ار سوا، شيء خرافي. طبعا احنا عارفين المكان هذا ايش هو، فخلينا اشوف. سامعين الاصوات الغريبه هذه؟ أنا هذا اللي يغير ال، لاحظوا البرق شيء غريب الصراحه، الكيبورد ساير شكله رهيب والله رهيب، شايفين كيف؟ الوان مختلفه. في شيء قاعد يصير هنا يا جماعة الخير، لو تلاحظوا فوق في حاجة قاعدة تصير والله مي طبيعية، خلينا نسوي مسح، شوفوا كيف، ما أدري هذا إيش هو، مكون غريب، unknown structure، عمره تخيلوا ما بين 300 ل 400 سنة، والله شيء رهيب، يعني حتى الناس حتى 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 هم مستغربين من التكنولوجيا هذه. خلونا نكمل طريقنا، من فين تتوقعوا الطريق؟ بعدين الحلو في لعبة ماس افكت إنه هو ياخذ كفر لحاله ويظبط نفسه لحاله، زي طريقة لعبة عندنا جوست ريكون وايلد لاند، شوفوا كيف الفطر شوفوا في علامات، أتوقع في بشر، إن شاء الله نحصل بشر. في صوت غريب، في صوت غريب يا جماعة الخير. إيش ذا؟ يا جماعة الخير ايش ذا؟ والله فجعني لعب شيطان وخرشني. بسوي له مسح، خلينا نشوف هذا المخلوق ايش هو. النوم، كل شيء في المكان هذا مو معروف، كل شيء مجهول، تخيلوا شيء من جد غريب. النوم ما في شيء نعرفه، فعليا ما في شيء نعرفه. طيب ابى استخدم حاجه عجبتني في انفيديا، خلينا اوريكم اياها، يمكن كذا يعجبنا الوضع. دقيقه، النظام هذا اللي حتشوفوه حتقدر تاخذ صوره بريزولوشن عالي، تخيلوا في صوره تقدر تخليها على كم،
3 جيجا، وفي عندنا نظام الستيريو 360 وفي ستيريو العادي، وفي عندنا 360 اللي تكون صوره وتتحكم فيها براحتك زي ما انتم حتشوفوا، يعني زي كده تقدر تاخذ صوره وتقعد تتفرج وتتفحص براحتك. صراحه شيء رهيب هذا، تخيلوا استخدموه حتى المطورين هم قاعدين يسوون اللعبه على اساس يضبطوا عالم اللعبه مع كروت انفيديا. برضو في عندنا حاجه جدا مهمه اللي هي السوبر ريزولوشن، هذا انا شفت لها مقاطع وشفت لها صور، هحط لكم روابط من انفيديا شارحين الفكره هذه. لو تلاحظوا اعلى جوده 30 جيجا، تخيل يعني تفاصيل شيء خرافي، يعني تقريبا تاخذ بشاشه الفور كي تفاصيل جيك، يعني كانك ما اعرف بس اسيب لكم روابط مفصله بكل شيء. يا جماعه في 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 اصوات غريبه، خلينا استخدم الرشاش، ان شاء الله نحصل ناجين. بس في واحد يطلق علي، يا جماعة الخير ايش المخلوقات هذه اللي ما ترحم؟ احلى شيء انه ياخذ كفر لحاله. حلو قتله، كفو 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 كفو. لاحظوا البرق كيف لحظة ما بيضرب، شيء رهيب، يعني مع تقنية الانسل حيكون شيء خرافي للي حاب يجمع صور. ترى من هنا يجمعوا صور، وبتشوفوها دائما تنزل بعد كذا في السوشيال ميديا وتقول واو والله رهيبة. هذه التقنيات هي اللي تعطيهم، هذا احلى شيء يعجبني في البي سي سرعة استجابة الماوس، ويعطيهم العافية كمان لوجيتك. انا ماني عارف ايش اللي حنوصل له في المكان هذا، انا اللي عارف بس اخواننا طاحت سفنهم هنا بسبب البرق، وفعليا ان شاء الله نحصل احياء، ان شاء الله انه معايا نور، بس الوضع بدا يصير مرعب. واو واو واو، خلينا بالله ابى اشوف بتقنيه الانسل كيف الوضع حيصير. لاحظوا كيف، لاحظوا مو بس كذا، تقدر كمان انك تتحكم، يعني شيء خرافي. لاحظوا انا اقدر اسوي افلام رعب لو ابغى انا بال، لاحظوا انعكاس الضوء على الظل، شيء رهيب. خلونا نكمل استكشاف. سامعين الاصوات؟ في شيء هنا، ان شاء الله انه اخويانا انا ما قتلوهم، بس هو ده اللي انا يهمني. شايفين ما في احد، ف بيقولوا هذا مو لنا، هذا مو لنا اصلا. تخيلوا سيرش زون، اوكي يبغون نسوي بحث، واضح انه هذا المكان مو لنا، هذا المكان اللي ناس جو قبل، واضح ان الوضع صار مزري. انه ادخل مركبة فضائيين انا ما اعرف مين هم، مدينة افتح وذا كمان، خلينا نشوف ايش نحصل هنا. تخيل يطلع لنا ايليانز، كانه ما طلع لي ايليانز، والله اني مفلسع. تيكت اول، اخذنا كل شيء. يا اخي احلى شيء عندي لما العب لعبه اخش مكان وانا استخدم الاشياء هذه كذا، سلاح، كانك في الافلام هذه اللي نشوفها. صوت، احسه هذا الصوت، هذا كان صوت، شفت ذا الصوت اللي يقول لك صوت رساله او مسج وصلك دائما في افلام، ما ادري كانه ماطور. ايليان ديفايس، هذا كله تقنيه فضائيه. الصوت يقول اوه شغلنا المكان، اي جنريتر، شغلنا المكان كامل، شيء رهيب. اوكي هو فكونا انا باب يا جماعه الخير. في واحد ميت، صوت فضائي، واو دحين صار آلية. خلينا ايش اسوي عليه سيرش، نفس الفكره، ما نعرف اي شيء بالنسبه للعبه، عشان اوريكم قد ايش انها قويه. تخيلوا ما تشتغل على كروت شاشه عندكم من 1060 و70 و80 تي اي الجديد، يعني ما حتشتغل اقل من كذا. فحتشوفوا قدامكم جدول صغير بيبين كروت الشاشه القديمه، لان تحتاج في الغالب حيكون لها ابجريد تنقل كروت الشاشه الجديده على اساس تقدر تستمتع في لعبه ماس افكت اندروميدا. صراحه تحفه من تحف سنه 2017 من ناحيه جرافيك. وزي ما انتم شايفين فكره انك تلعب على البي سي و1080 تخيلوا بجهاز وحش، تجربه خرافيه. خلونا نشوف الاونلاين الحين كيف، اذا كان حيعجبنا او لا. انا جربته قبل كذا، حنرجع نجربه لانه صراحه استمتعت فيه، بس ابغى اشوف رايكم بعد ما تشوفين وانا قاعد العب. يلا 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 بدات المعركه. واو والله في سنايبر، والله السنايبر ذا نتفنا تنتيف. مو شرط انك تلعب بالكيبورد والماوس، ممكن تلعب بالكنترول اذا انك من النوع اللي حيلخبط، يعني زي طريقتي كذا. الى الان العاب الشوتر ما زلت في معاناه معاها، والله شيء. لا والله الاونلاين حماس والله يا عيال، اونلاين حماس بدون مبالغ، يمكن عجبتني اكثر من لعبه هيلو.
اتوقع اني حدمنها شكله. ما ادري قولوا لي اذا تبغون تشوفون منها مقاطع. لا اتوقع اني حسيبكم وانا قاعد العب. اتوقع كذا كفايه عليكم في المقطع وتكلمنا عن كل شيء بالنسبه للعبة ماس افكت اندروميدا. متحمس الصراحه العبها وانزل لها سلسله تختيم اذا حابين قولوا لي يصير نكمل عليها ان شاء الله. اتوقع يمكن في رمضان لو دحين اختبارات. فيعطيكم العافيه اسيبكم خلونا نكمل اللعب. سلام.